أهلا بكم معنا في حوار الأسبوع، ومعنا هذا الأسبوع السيد علي البغلي الوزير والنائب السابق هنا في الكويت. أهلا بك معنا في هذا. أهلا وسهلا بكم. يعني بقى لنا فترة لم نتحدث معا. طبعا، وأنا سعيد بالعودة إلى شاشتكم ومشاهدينكم الكرام. طبعا أولا طبعا هنتكلم في الشأن الاقتصادي، ولكن أولا نتكلم عن الشأن السياسي، يعني الأوضاع هنا في الكويت. طبعا حضرتك بصفتك وزير سابق ونائب سابق، وحضرتك ليك رأي دايما ومقالات في على الأحوال في الكويت، رأي حضرتك إيه في الحالة السياسية هنا في الكويت وهذا الاحتقان المستمر؟ يعني احنا مع شديد الأسف النادر في الوقت الحالي نقع في فراغ تشريعي، وفراغ تشريعي نعتقد، يعني أنا شخصيا أعتقد أن من تسبب به هي هذه من يسمون نفسهم بالأغلبية المعارضة، كانوا أقلية بمجلس 2009 ولم يسرهم هذا الوضع، وطالبوا بإزاحة رئيس الوزراء وتم إزاحة رئيس الوزراء، وطالبوا هم بحل مجلس الأمة وضغطوا لكي يحل مجلس الأمة، فحل مجلس الأمة اللي يسمى مجلس الأمة 2009 على عجالة من خلال ضغطهم، وكلنا شاهدنا بالصوت والصورة هجومهم على قاعة الرئيسية لمجلس الأمة وتكسيرهم وتخريبهم إياها، فاضطرت السلطة، اضطر الأمير إلى حل المجلس على عجالة، فحصل هذا الخطأ الإجرائي الذي تسبب في أن يكون مجلسهم غير شرعي وغير قانوني، وهذا ما أعلنه حكم المحكمة الدستورية الذي صدر في شهر 6 هذا العام، ومما تسبب، وهذا الأمر لم يرضهم، لأن المحكمة الدستورية الحكومة كذلك قامت بإرسال قانون الانتخابات الحالي، دوائر الانتخابية، قانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية لكي تتبين أو تتحقق من دستوريته وعدم دستوريته لصيانته ولتعطائه بعض الحصانة، وهذا الأمر لم يعجبهم لأنهم يخشون أن المحكمة تحكم بعدم دستورية هذا القانون، وأن الحكومة تصدر قانون انتخابات جديد، قانون دوائر انتخابية مثل ما تفضلت حضرتك جديد، وجديد لن يأتي بهم مرة أخرى إلى سدة البرلمان، مما يشعرهم بالهلع والخوف، ومما يجعلهم يتسببون في هذا الحراك السياسي اللي بنظري غير مبرر. لكن حضرتك يعني هم وصلوا، يعني كانوا أغلبية في مجلس الأمة الكويتي عن طريق الانتخابات، يعني صندوق الانتخابات هو الذي جاء بهم وكانوا أغلبية، فبالتالي يعني لا نستطيع أن نلومهم على أنهم أغلبية. وأيضا بالنسبة لموضوع تحويل قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية في الوقت الحالي، هل ترى حضرتك أنه مناسب، يعني أنه البعض يرى أنه هذا سوف يسبب المزيد من الاحتقان، لماذا لا ننتظر حتى يأتي مجلس الأمة الجديد ومن ثم حسم هذا الموضوع؟ قانون الانتخابات الحالي، قانون الدوائر الانتخابية، يعني كذا انتخابات تمت من خلال هذا القانون الحالي، ولكن لم ينجح من خلالها ومن خلال المجالس التي أتى بها هذا القانون، لم ينجح أي مجلس الاستمرار بمدته القانونية اللي هي 4 سنوات. إذا لاحظت كل تقريبا المجالس التي جاءت من رحم هذا القانون كلها تم حلها، مجلس 2008، مجلس 2009. يعني هو العيب مش في القانون، يعني هذا هو اختيار الشعب. صحيح، هذا هو اختيار الشعب، ولكن يعني القانون ممكن أن الواحد يقول هذا قانون نحس. لا. يعني انت شايف انه قانون متفصل، انه بالطريقه اللي هو 5 دوائر متفصل بشكل معين، لكن طب ما في الانتخابات السابقه لم يكونوا اغلبيه. لا، هو قانون شنو يعني تم الاكتشاف، يعني الحكومه كذلك اخذت براي مستشاريها ان هذا ان الانتخابات اذا تمت الانتخابات بناء على هذا القانون فبالإمكان أن يطعن كذلك بعدم شرعية المجلس الذي سيأتي من خلال هذا القانون. يعني وأنا شخصيا
أعلنت وأعلن على شاشتكم إذا تمت الانتخابات بناء على هذا القانون أنا بصفتي محامي كذلك سأقوم بالتبرع بالطعن بهذا المجلس. هناك كثيرون تبرعوا أيضا بالطعن فيه. بالطعن لأن ليس فيه عدالة، هناك دوائر فيها 50,000 وهناك دوائر فيها تقريبا 120,000 و150,000، تفاوت كبير. والمعايير الدولية تسمح وهناك توليرانس بأن يكون التفاوت بين الدوائر، يعني من اليابان إلى الولايات المتحدة من 18 إلى 20% فقط، ولكن أن يكون هناك تفاوت 50% شيء غير مقبول. بالإضافة إلى هذا، احنا نعتقد كمراقبين سياسيين أن هذا القانون لا يمثل رأي الشارع. لماذا؟ لأن لكن حضرتك تتذكر يمكن كان في 2007 و2006 يعني هذا كان هناك فيه اعتصامات كثيرة ونبيها خمسة، يعني لسه نبيها خمسة لافتات نبيها خمسة لسه نراها أمام عنا. يعني هذا من النتائج الوخيمة لنبيها خمسة. أنا كنت من الناس المعارضين لنبيها خمسة. لا، لم أكن نبيها خمسة، كنت نبيها عشرة. لأن نبيها خمسة كانت متفصلة لبعض الناس وهذه هي نتيجتها. بالإضافة إلى هذا، أربع أصوات يا سيدتي العزيزة، أنا أكون مركز أو مقتنع بصوت أو لشخص أو شخصين، الشخصين الآخرين شنو؟ يجيني أخوي، يجيني ابن عمي، يجيني الحزب مجاملة، تجيني القبيلة تقول الاثنين لك واثنين لنا. ولذلك يخرج ناس من غير الإرادة الشعبية الحقيقية، يخرج ناس بصوت من غير أصوات ناخبينهم أو قاعدتهم الحقيقية. إحنا نريد تمثيل حقيقي، أن يكون النائب مثل الدائرة. لما يكون 10 دوائر كيف سيختلف الوضع؟ يعني يمكن يتقلص هذا الفارق، إذا كان صوتين يتقلص الفارق، أو إذا كان صوت واحد أفضل. في رأي حضرتك إيه في دائرة واحدة؟ أنا مش موافق على دائرة واحدة، لأن المسألة يعني حتكون صعب اختيار 10. يعني أنا اليوم قرأت رأي يعني جدير بالأخذ بالعين الاعتبار لصديقي وزميلنا السابق وأستاذنا أنور النوري. هو أنور النوري يقترح اليوم جريدة القبس أنه يكون هناك 50 دائرة ونائب لكل دائرة، وأنت تصوت لنائب واحد لأن حساس يمثل الدائرة ويمثل أبناء الدائرة ويعرف أبناء الدائرة. هل الكويت قابلة للتقسيم إلى 50 دائرة؟ ليش لا؟ يعني ممكن، يعني صحيح الكويت مش كبيرة بس ممكن يعني تأخذ، لأن الكويت بالعكس سهل التقسيم لأن مناطق سكنية مفرزة، ليس هناك تداخل في المناطق السكنية، يعني مثل ما تعرفين حضرتك. ديمقراطية دي تعبت الكويت. طبعا، لأن الديمقراطية هي ممارسة يعني الشعوب الثانية اللي الحين تمارس الديمقراطية بشكل سليم أخذ منها هذا مئات السنين حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. ونحن الآن يعني 50 سنة، نصف قرن، هو أنا أعتقد أن يعني مدة قصيرة في حياة الشعوب، وأن هذا المخاض العسير سيأخذ وقت طويل. يعني شوف اللي يحصل في العراق الآن، هي مستجدة على الديمقراطية العراق. مصر اللي عريقة بالديمقراطية لأنها حصلت فترة انقطاع، شوفي المشاكل اللي تحصل هناك. حتى لبنان ديمقراطيتها كذلك، يعني الديمقراطية. فإحنا حتى بالوطن العربي كلنا، كل الديمقراطيات أنا بنظري ديمقراطيات منتقصة وستأخذ سنين طويلة حتى تتثبت. يعني رئيس وزراء فرنسا السابق، أنا كنت أقرأ أمس مقالة قال فيها أنه الربيع العربي أتى للدول العربية بصراعات بين طوائف مختلفة. يعني الربيع العربي نتج عنه صراعات ما بين السنة والشيعة والسلفيين، وطلع لنا يعني طوائف كثيرة كنا لا نعلم بها، هو ده اللي أسفر عنه الربيع العربي في الدول العربية. رأي حضرتك إيه؟ والله أنا أتفق مع السيد رئيس الوزراء الفرنسي بالرأي، لأن مع شديد الأسف أن الثورات الربيع، ما يسمى بالربيع العربي، وهذه تسمية على فكرة تسمية غربية، يعني من سان برنار لويس أو ليفي لويس، هذا مفكر. أنت رأيك أنه مش مفكر الربيع العربي يهودي. مش اسم مضبوط، لأن الربيع العربي أطاح لنا بدكتاتورية وأتى لنا بدكتاتوريات أخرى،
يعني مثل ما قال فعلا هذه الحين القوى الان الاصوليه التي استولت على كل يعني تقريبا اكثر الدول العربيه اللي حصل فيها ربيع عربي، يعني هي قوى اصوليه ومتشدده ولا تؤمن بالراي والراي الاخر. يعني الثوره الفرنسيه عندما حدثت لها ثلاث مبادئ: اخاء، مساواه، حريه. يعني اين هذه المبادئ؟ يعني وطبعا اخذت مده طويله الى ان تثبتت هذه المبادئ. يعني وهذه المبادئ التي يجب ان تؤمن بها وتنفذها كل الثورات، لان الله خلق الناس كلهم سواسيه، لا فضل عربي على جميع لا بالتقوى. يعني راي حضرتك ايه في صعود التيارات الاسلاميه في كل الدور اللي شهد مر عليها الربيع العربي؟ يعني مع شديد الاسف يعني حتى ليبيا بشكل عام، والان القوى المتصارعه في سوريا، حتى سوريا يعني اغلبيتها هي تيارات اسلاميه اصوليه، ومن يشجعها ومن يدعمها تيارات اسلاميه اصوليه هناك، ولذلك الوضع يظل بهذا الاضطراب ولم يحسم بعد. يعني انا اعتقد ان لان الدول العربية، أغلبية الدول العربية استولى على الحكم عليها دكتاتوريات علمانية، وهي لم تكن علمانية، يعني كانت دكتاتوريات باطشة ولكنها لم تكن يعني تنفذ هذه المبادئ الإسلامية الأصولية. فالناس يعني أعتقد أنهم يقولوا الآن الأوان للتغيير، لن نجرب شكل آخر من أشكال الحكم وفكر آخر من الحكم، يعني اللي هو الفكر الأصولي. وأنا أعتقد أن هذا سيأخذ وقت حتى يكتشف الناس أن إذا كان هذا رأيهم صح ولا غلط، ولكن أنا أتمنى أن لا يكون هذا الاكتشاف بعد فوات الأوان. حضرتك شايف انه بالنسبه لتيار الاخوان المسلمين وصعوده في مصر وايضا في تونس، هل حضرتك ترى انه في خطر على يعني او في تهديد او يعني لا ادري ما هو اللفظ المضبوط اللي ممكن انه في البعض متخوف منه، انه هذا المد ربما سياتي الى الخليج، اذا كان مبرر هذا التخوف؟ يعني لا، شوفي انا اقول لك، هو المد عندنا احنا التيار الاصولي هو تيار يعني له تاثير في الشارع وله تأثير في القرار السياسي. هنا في الكويت أنا أتكلم، لا أتكلم عن دول الخليج، لأن دول الخليج يعني الموضوع مختلف. يعني شوفي الإمارات العربية المتحدة يعني ما مثل ما يقولون إخواننا المصريين ما عندهم شيء مرحميني. فإحنا عندنا موجود هذا التيار يعني، وموجود قوي وله تأثير بال، ولكن هل يمثل أي تهديد؟ قرار الحكومي يعني احنا الصراحه نخشى انه يمثل تهديد، لان التيار الاصولي استقوى كثيرا بنجاح التيار الاصولي المصري اللي هي تشكل الثقل في العالم العربي بالوصول الى الحكم. ومع شديد الاسف ان احنا تاريخ الاخوان المسلمين مثلا يجعلنا لا نثق فيهم. يعني شوفي الاخوان المسلمين بثورة مصر نشوفها، لأن نتذكرها بالصوت والصورة، لأن قريب التاريخ البعيد احنا يمكن ننساه ونتناسى، لأن العرب عمرهم ما استفادوا من التاريخ. ثورة 15 يناير يعني اللي قام فيها الشباب، ولم يأتي 25 يناير ولم يأتي الإخوان المسلمين إلا متأخرين، وكان الإخوان المسلمين في فترة من الفترات متهادنين مع حكم حسني مبارك، صح، لان هم الاكثر تنظيما والاكثر هذا ركبوا. ولكن هذه هي السياسه يعني، قالوا ان احنا بالانتخابات الانتخابات قالوا احنا لن نستولي على او لن نرشح المراكز الرئيسيه في الحكم، لن ننافس على رئاسه الجمهوريه. جابوا 60,000 واحد على رأس الجمهورية، المجلس اللي يعد الدستور احنا كذلك سنعمل سندخل كل الطوائف مجلس اعداد الدستور، هم كانوا الأغلبية. ولكن فيه يعني هو هناك يعني رأي آخر أنه الشعب اختارهم، هم لديهم الأغلبية، فبالتالي من حقهم أنهم يشكلوا الحكومة، من حقهم أنهم يكون لهم الدور الأكبر في، طالما أنه كمان الشعب، لا تنسى أن الشعب المصري صوت على أنه الانتخابات أولا ثم الدستور، فبالتالي هم أعطوا الفرصة لمن يأتي في هذه الانتخابات بوضع الدستور. يعني هو صحيح هذا الكلام نظريا، ولكن يعني كان يجب أن يثبت الإخوان المسلمين يعني حسن نيتهم.
بإعطاء الفرصة للمجاميع الأخرى. يعني مصر الحين وصل تعدادها إلى 94 مليون، فما أعتقد أن هذه المليونيات اللي يسيرونها مليون أو مليونين هم الذين يمثلون رأي الشعب المصري قاطبة. مصر فيها مسلمين، فيها مسلمين منفتحين وليبراليين، وفيها صوفيين، وفيها أشاعرة، وفيها أقباط، وفيها مسيحيين. لكن في أوقات الثورات اللي صوته أعلى بيربح، كلنا نعلم ذلك. فهذا شيء لا يجوز أن أنت يكون لك أغلبية، وأغلبية يعني كانت حتى بالانتخابات الرئاسية لم تكن أغلبية كاسحة لانتخابة مرسي. يعني عموما نعود بعد الفاصل نتكلم عن الشأن الاقتصادي هنا في الكويت. شريط المعلومات برعاية نعيم قلب الاستثمار العربي. منتجوها أثمن من الذهب، ويريدها مستهلكوها أرخص من الماء. وجوهها مختلفة وجوهرها واحد، النفط والطاقة، على شاشة CNBC عربية. عين على البحرين على شاشة CNBC عربية. أهلا بكم مرة أخرى في حوار الأسبوع مع السيد علي البغلي النائب والوزير السابق. نعود مرة أخرى إلى الكويت والوضع الاقتصادي هنا في الكويت الذي يعني لا يقل تأزم عن الوضع السياسي. حضرتك يعني كيف ترى هذا الوضع وطريقة الظروف اللي بيمر بها الشركات خاصة شركات الاستثمار، والآن كل الشركات حتى البنوك أصبحت الآن تعاني وانعكس عليها هذا الوضع الحالي؟ يعني أعتقد أن احنا وضعنا يعني الاقتصادي اللي ساتر عليه سعر برميل النفط لأن لم ينخفض، واللي ساتر عليه الإنفاق الحكومي، ولكن القطاع الخاص يعني يمر في حالة بائسة. يعني صاحب السمو الأمير حفظه الله طرح شعارا منذ عدة سنوات أن تكون الكويت مركزا اقتصاديا وماليا، ولم ينفذ أي شيء من هذا، بل نفذ العكس على طول الخط. يعني لم تكن هناك تسهيلات، ولم يكن هناك شباك واحد للمستثمر وللشركات، ووضعت العقبة تلو الأخرى أمام الشركات الاستثمارية الموجودة الاقتصادية، ووجدناها تتعثر. ووضعت كذلك مثل ما تفضلت حضرتك البنوك كذلك وضعها تعثر، لأن هناك كثير من حالات عدم السداد. العقار اللي كان درة التاج لأي شركة استثمارية ولأي مستثمر نزلت قيمته، نزل خصوصا العقارات الاستثمارية في مدينة الكويت نزلت بشكل مخيف ومريع، ولم تتحرك الحكومة. يعني الحكومة لأن الحكومة مشغولة بالمحاكاة السياسية، وحتى مجالس الأمة المختلفة كانوا ضد القطاع الخاص، وان ضد ان الحكومه تعوم القطاع الخاص. وشفنا قانون الاستقرار الاقتصادي شلون صارت محاكاه وضغط على الحكومه ولم يستفد منه احد. يعني اوباما نتذكر بالازمه الاقتصاديه عندما يعني حلت الازمه الاقتصاديه سارع الى خصوصا شركات السيارات
شركة كرايزلر وجنرال موتورز وعومهم بالمليارات الدولارات وأخذ أسهم فيها. الحين هذه الشركات تربح والحكومة الأمريكية ربحت من وراء هذا الإقراض. ولم يتركها. أوباما كان يحافظ على الوظائف وظائف، ولكن هنا في الكويت أنت تعلم أن القطاع الخاص يعني لا يمثل شيء بالنسبة للوظائف الكويتيين. يعني صحيح، هذا صحيح، أوباما حافظ على الوظائف، احنا نحافظ على الكيانات الاقتصادية. يعني هذه كيانات اقتصادية موجودة مثل البنوك، شركات الاستثمارية، يعني هذه اللي يمثل قطاعنا الخاص. إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه والواضح أنه سيستمر، يعني كيف سيكون حال الشركات على نهاية هذا العام؟ يعني سيكون سيء، خصوصا ان شاهدنا احنا تدهور مريع. يعني وهذه الشركات لم تخسر بسبب المضاربات وبسبب المغامره مثل ما كان يحصل اول، لا، خسرت من جراء تدهور قيمه الاصول. يعني اي شركه شنو عندها اصولها؟ اما اسهم واما عقارات. تعديلك، طب كيفيه التعامل مع الشركات في السوق يعني من خلال قانون هيئه اسواق المال الجديد؟ يعني هذا فاقم الامور، لان قانون الهيئه قانون صارم، وقانون اصدر على عجاله، وقانون مليء بالاخطاء، والهيئه هيئه جديده، لم تكن هناك فتره انتقاليه كافيه، كانت فترة انتقالية حتى الناس يتأقلموا ويتفهموا القانون والهيئة تبني نفسها. فأغلقت سوق الكويت للأوراق المالية وأزيح المدير اللي كان فيها، والهيئة استلمت كل شيء. والهيئة أنا بنظري يعاني عملها من ارتباك شديد، لأن تنقصها الخبرة وتنقصها الأيدي وتنقصها العقول المفكرة. يعني احنا نحترم الشباب أو الكويتيين الوطنيين الموجودين فيها، ولكن هم ليسوا بكفاية. يعني هناك وردتنا أخبار من شركات استثمارية يرسلوا استفسارات أو يرسلوا طلبات تأتيهم، لا تأتيهم الإجابة إلا بعد 6 أشهر. كذلك أصدرت الهيئة قرارات تعسفية بنظري من تقييم الأصول العقارية. احنا تعودنا أن يتم التقييم من خلال هيئتين مقيمين رسميين معروفين يعني بالسوق، اما بيت التمويل او بنك العقاري اللي كان دولي، ويؤخذ بالوسط الافريج، لان يعني هم وين، واحد عايش بهاواي واحد عايش بطوكيو، او هم عايشين بالكويت، يعني تقييمهم يكون متقارب. الان الهيئه وقد صدرت بعض الميزانيات، تصوري التخبط، صدرت بعض الميزانيات بناء على هذه القواعد القديمه اللي كانوا ماخوذ فيها. الهيئه بعد ان تكتشف بعد ايام او اسابيع ترفض تاخذ التقييم الادنى وتصر على التقييم الادنى، فيعاد النظر بالميزانيه مره ثانيه والارقام. يعني شنو التعسف هذا؟ الحين الشركات تعاني من خساره جسيمه، تاتي الهيئه بدل ان تساعدها تزيد في خسارتها. بالإضافة إلى ذلك الحكومة غير جادة في مساعدة القطاع الخاص. أقول سيدتي الفاضلة، الحكومة أنشأت ما يسمى بالمحفظة العقارية المليارية. صحيح. المليارية معروف، الحكومة عندما اشترت الأصول من المديونات الصعبة من الدائنين والمدينين ربحت فيها، الحكومة نفسها طويل والآن تربح فيها المليارات والملايين. فاحنا اعتقدنا ان بما ان سوق العقار انخفض مثل ما قلت لك، انخفض انخفاض فرصه ان الحكومه تاخذ هالعقارات، والحكومه فلوسها كثيره ونفسها طويل وتحافظ على هالعقارات، وستصعد يوما ما تاتي الحكومه هذه المحفظه العقاريه وقرارات مضحكه. عقار مكلف على شركه، يعني انا شاهد عيان على هالقصه، 15 مليون دينار تكلفة البناء والأرض والتمويل. الحكومة المحفظة العقارية العتيدة شنو تعرض؟ 7 ملايين. يعني هاي الحكومة يعني الظاهر نيتها أن على قولتكم أطم رقبة القطاع الخاص. التقييم كيف يكون التقييم؟
ها؟ كيف يكون التقييم؟ تقييم عشوائي حتى يطفشوا الناس، مش عاوزين نشتري، ما لا نريد أن نشتري. وقيل لي يعني من أناس متنفذين في سوق العقار أن هذه المحفظة المليارية العقارية هي ضحك على الذقون، وهي أنشئت لإنقاذ بعض الشركات العقارية أو بعض المؤسسات المالية العقارية ذات الحظوة. ولا يعني هو نادي، هل تم تفعيل هذه المحفظة بالفعل؟ يعني لا، ولا تم ولا شيء. محفظة تتفرج، يعني أنا أسميها المحفظة المتفرجة. وشيء يعني يعني مثل الحين أنا جبت لك مثل أوباما اللي راح وأنقذ الشركات وربح خلال سنتين. زين، انتم بدال ما تعينون القطاع الخاص، انت مساء قلتي لي ان القطاع الخاص الكويتي ما في ايدي عامله، هذا اللي موجود بامريكا. انزين، الحكومه ودائما احنا من 40 سنه قاعد نقول تنويع مصادر الدخل، ويجب على ان الكويتيين ما يشتغلون كلهم عند الحكومه، نوديهم القطاع الخاص وننوع مصادر العكس الدخل. هو الذي يحدث، والعكس 12,000 موظف كويتي نزحوا من القطاع الخاص الى القطاع العام في الفتره الاخيره بسبب طبعا زيادات الاجور والازمه زيادات الاجور الخرافيه اللي مجلس الامه لوى ذراع الحكومه وارغمها على اقرارها. فاحنا ومتى نطور على القطاع الخاص؟ ومتى نخلق مصدر دخل يعني يوازي مصدر، بدل ما نعتمد اعتماد كلي على النفط، مو يجب ان نتجه للقطاع الخاص؟ احنا قاعد نعدم القطاع الخاص. لكن حياتك الكلام اللي حياتك تذكره الان ده كلام مكرر، يعني حياتك ذكرته وناس كتير ذكروه، وهناك دراسات وناس دفعت لهم فلوس علشان الدراسات دي، وبلير وكل الناس دي كلها. هو ايه هو؟ طب هو احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لمين؟ لان احنا نقول مع شديد الاسف ان ماكو قرار سياسي حاسم، وهذه الارتباكات والضجات السياسيه التي تحدث من سنه 2006 حتى الان هي التي اودت بنا الى ما نحن عليه. ليس لدينا استقرار سياسي، وبالتالي هذا انعكس، لان يعني عندنا فوضى سياسيه انعكست على هذا. الحكومه ليس لها اولويه، ليس عندها اولويه القطاع الخاص، لان يعني منشغله كل ما تملكه من حواس في يعني هذه المشاكسات السياسيه المستمره منذ تقريبا الحين راح يصير عليها عقد من الزمان. كنت انا اجري لقاء يمكن من بضعه اسابيع مع احد الشخصيات الاقتصاديه، وقال لي انه رغم كل هذه المشاكل انه احد المسؤولين قال له يعني انا طول ما حقل برجان شغال مش مشكله كل الحاجات اللي حضرتك بتذكرها دي. وانا وافق بالراي، احنا اللي ساتر علينا حق البرقان واخوانه، يعني لو حق البرقان واخوانه او اخواته يوم من الايام يصير له مشكله لا سمح الله، هذه الحكومه ستظهر، الحكومه والمجلس وكل السياسيين سيظهرون عارين على الملأ يعني، وبدون ورقه توت تسترهم. سيد علي الدغلي، انا اشكرك جدا على هذا اللقاء، ودائما حضرتك يعني لديك اراء يعني قويه، اشكرك جدا. اهلا وسهلا فيكم، وانا مسرور كذلك بلقائكم.